إلهي وحو بلن قاده مؤمنين تا رقية الضمر جنات أي كنا قانيان قريو وناكسن وأي دقيان وشنة الدحدة دقة إيو إلهي رالي أهنشيه سو كوين بضان. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحين أشياء أهل جنوه مركي جنة قلان ونمع على جنة أي راحي سنيان وأي كم عن سنيان ما شاء لدتشي عنا أي عنيان لبس كأي حرانيان حر العين تأي كل راحي سنيان سيدا اسكو زيارانا يان اسكو بوقانا يان اي او اركيان وح كم مقان اني ننشرين اي الهي او نواقيا يا اهل الجنة اهل جنة او با الهي اللي مرقا سيوح الليه لبيك ربنا وسعديك اله اكو اجيبني اكو اجيبني اكو اقبلني مرقا سيوحي وح الليه هل رضيتم مرال النقطتين مركز وحي لين أهل جنة دن وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك محان رال النقوة إن إلهه أذون السيئ وح آذن سين إن أحد خلقك على كمد أخ أي النصيص إلههم محان رال النقوة قناعة بوحدو أي هيستان أي كور رميان أهل الجنة مركز إلهي وحي لي أنا أعطيكم أفضل من ذلك أنا إذ سين يوحكسي فضل بضن مركز وحي ليهن وأي شيء أفضل من هذا إله وحكسر ريا وكفضل قبضن أهل كان أنا هيستان أمحوي مركز إلهي وحي لي أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا وحان دشي إن كودة شينا يا رالي أهان شهيغا دب الدنبنا إن كو عرون مهي مركز وحي فرحيان فرحي أي هيستين متكوين بضن ما دام إلهي هل كادة شيئي وأعدي وأشاغي إنه رالي كيها دب دنبنا أوسن وعرون أهل الجنة هذي سيدا أن راحي سنيان أو سيدا أفرحيان وإن الأغاتا أسباب تلقو جاري كرف إلهي إنه رالي كانت السبب الأول سبب كوهو الرياء والإيمان والعمل الصالح سورة البينة يا إلهي كشاك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أيجا أبو خير بلان إيمان يعمل صالح كوي لا جهلي مخلوق أيجا أبو خير بلان ما حكذن بأي آيات الصورة كل ما أتوا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ما حكسي ذنبية رضي الله عنهم ورضوا عنه إلهي برالي كالنقضي أيجا برالي بالنقضي ما حيكون قارن درجة ذاس إلهي ونوشا يقين إني أهايان من أهل الإيمان والعمل الصالح ذاتك إيمانك يا عملك الصالح كد ذالي بأهايان وحاكم ذا ذاتك قال ذا وإلهي أبوريك قالوا بي وإلهي بيني إنا كبر النقط ونبعاتي ذو آذان شعلان إلهي محول لي سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ما هي ليست قوم إلهي هميي ومركا إيقا قيامة إيقا الرميسان إلهي الرميسان شعلان إيا أو حريرين إيا حريركي ولا يدا إيا محبة إيا جعيلوها إيا كو إلهي كو قالوا أو إلهي لعو الله يتمي
oo ilaahay abuuray beeniyay oo amarkiisa diiday ee gaalada ah haba ahaadeen aabayaalkood ilmaha ay dhaleen qaraabadooda kulli cidda doonaha ka ahaayeen ma helis mana dhacayso dadka sidaas ah ee cadaawadda gaalada u haya ee gaalada nacab ee ka beri noqonahaya caqiidadooda iyo dhaqankooda xun beriga ka ah إلهي سبحانه وتعالى وحبلا قاضي إن جنة قليا ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها محاكا الضنبية رضي الله عنهم ورضوا عنه محايكو قاري مكان كاس يا مقام كاس إن يكبر النقدين قال هذا يا عقيدة يا دقن كودة بريء كيين علانا أي أموتشية وحاكم إذا أسبابها رضاها إلهي أتكوه ليسيد الكلمة الطيبة كلمة وناكسن يا طيبة ضعاه اسكئل على كلمات تحرحون هاوية يا النار بك وطوري كنا كلمة طيبة ضع كددان نبي قوحير عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله قف قوحوها الله يا كلمة إله الرالي أهاشيه ساء أيو اسكئل واقعي ما يظن أن تبلغ ما بلغت ماشي أي جارتي مول المودة هنا جاريسو كلمة قيمها أي لا ذهي يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة إلهي وحو أقريا إن الرأل لكي هي كلمة سببتين إلى قيامة وكلمة طيبة أو كوها طلي أو المودة هين إنو درت لها كجارها لكن إلهي أكي سوحا هوسط الله بحر يقول الله قري إلهي إنو الرأل لها شيء سهلي إلى قيامة حكى وين بدن وحلق يا بعض ظروف ما لين هاي سمسكين وأضع وصي كلمة حقة أو ونعكسن أضمال تري إن إلهي كو قري إن أكتي سرال اللي أهانش أو كويا له أدون هذا الموضوع هم كسين جات ما لين كاس قيامة أنا أبحثت وحد جرنا يسان صد حدينن وأيجونا وحويا إن نو أها ninkii indhoolaha ahaa ninna ninkii baraska qabay ninna ninkii kala u ahaa ee waxa weeyaa tintu ay ka biday midna kastana markii malagu u yimid oo sheegay wuxuu ugu jiclaan lahaa in midabkiisi wanaagsanaa loo soo celiyo faqirna hada xoolaha wuxuu ugu jicil yahay la sheegtay kana geel la siiyay kana lo'da la siiyay kana ariga la siiyay saddexdoodii waa dambe malag baa loo soo diray malagi waa qof iska soo dhigay duruufaysan markaas wuxuu yiri duruuf baa haysa safar baan ahay sahay baan ahay waxaan jidka ku maran rabaa xoolaha waxay iga si waxa ilaahay ku siiyay labadii kale waa u dayriyay ninkii arilaha ahaa oo indhoolaha ahaa ayaa qiray nicamkii ilaahay u galay oo yiri wax alle wax harto ka qaado oo ku soo dhaweeyay markaas wuxuu yiri anigu malag baan ahay ilaahay soo diray امتحان بانا أها لبدي كلا امتحانك وكل عين إلهي وأعرض أدينا إلهي وكارا للنقط إلهي وكارا للنقط إسكاق الله يرتع إذا صدق هذا هيدي أو حق هذا نسق هذا كلمة ذا طيبة ذا يا إحسان كاس أي إلهي سبحانه وتعالى وكارا للنقط هو نفس أسبابها اللجور هذه رضا الله وحكم ذا والنبي ونوشى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نبي يقول يري عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها إلهي أدونك يسويه أغرى على النقضاء إن توح عنه إن إلهي كم هدية عبتان إن توعبه إن إلهي كم هدية وإلهي نعم كأوك السيئين كشكر سيد وشكر جيدا لتمادد هل مرة أعنى أفرسة أعنطي وآتري الحمد لله كلمة داس آتري أي إلهي رالك أغنى قرأي وإن هذا المكان نفت هذا رب خيل الكلمة الطيبة كلمة دا ونفسه وحلقوا قارا رضا الله رضا الوالد والد كون رالك كان نقضان ووالد كأرى لجلسي ومحبته دي إنك تعلادان أكد داشت ووناقي إحسان بدن أسمي سيد
أيها وحى الوجارة إلهي ركاب الله. وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد، سخط الرب في سخط الوالد. إلهي رالي أهاشيس وحي كشرتا والد كرالي أهاشيس. إلهي عردي سوكو عرانا هيا وحي كشرتا والد كوكو عرانا. والد كوحين الرالي كأهين إسك إلالي. إسك إلالي. والد كرع ليس الوحي الذنبي أه. هذا والدك أيجو قلديهين أو دين تكو قلديهين أو حمان يوناك يسكلك جرنا هين وحي وناك كو أطيع وحي حمان أنا كو راعي ما أنت اللي يا رب ضن أو شيء هذا حيرته أو والدك أين أقولين أو هبين يوم ما يكو هبار يا أيجو نكو عسنا يا وح أي كسبنا يا وعر إلهي وعراضه يا عرضي والدك أي كسبنا يا عقوبة أي كسبنا هيا وإن كد ذا والدك إن الرالي جلست وح الله لي وح كستو وناجا إن والدك كره الرالي جلست وإن كد ذا أسبابها آد يا آد بأفر بدنيين لجو جاري كرا قفكو هدو كد ذا له إلهي سبحانه وتعالى إنه كرالي النقض دتكو إن كان رالي النقضان أو أي كشعلاضان وحكم مهم سن إلهي إنه رالي كان نقض هدي إلهي رالي كان نقضه دت كورن أي كوع عرضان حبكات ليونس هدي لكن دت كورن أي كوربان وأي كتشعليهين إلهي حق السنة لجاجع عريسية هاي حبكو مقش قف كي جادية دت كينو كور رالي جليه وحان إلهي رالي كاهين أو إلهي عرق لنا هيا إنه دت كور رالي جليه قف كي جادية لا بقى رماد بروح ليا نبي قال إنه شجع صلاة صلاة إلهي أو عراضه يددك لفت جودي أو إلهي قلوب تود عرق جلي أنا نال نجاري المهل قفك كد ذا على مركه هنا إلهي إنه رالج جلي أو ولي بددك وحي كعرانا هيان إلهي كل رالج جلي إلهي نرالج كيان وحوله هيا إلهي إنه رالج كنقطة ددكنا أي رالج كنقطة وأنا عرقني أدي أدي أبلاً طه ضد بلاً أو قبائش أي أضياش أي محكمة لها أي ميلة بلاً تشوغة أو مدى وحقوق أيبية أو مرك ألالية مرك الله تغه قبيل يدد يقانان يوشي قرشة أو إحدى لبع عقوبة معري وحا إلهي رالك أهين بيكوك كعينو إلهي وهو عراض عقوبة ذكالة كوي أي ظلمي كتاقيرين oo ay garab siiyeen oo xaq ayna lahayn u soo qaadeen ayaa waxay leeyihiin oo ku sheekaysanayaan iska daa wax faa'iido ma u leh daalim wey anuu isoo jeexay waxaas aan lahayn anuu waxa isoo jabiyay khaa'in wey waligaa aamin iska jir ayagii ba xamanahay waayo qofka uu ay xaqay waa og yahay inaad tahay qof ilaahay ka furtay wuu og yahay inaad tahay qof khaa'in ah دمتي سوكا أوف صدي وحا آتهاينا وو أغاد حالكاس أمانكو مطال دنعي إلهينا سبحانه وتعالى وحا إلهي رالك أهين باد كبلا غاغضة وإلهي عرق لي سبحانه وتعالى مالك وحا كبلا شاه هداتهاين المحكمة كوغا يهداتهاين مد وزارة كوغا يهداتهاين مد أمد أمدحاي يهداتهاين مد أمد وحوك لقاضي وحا كبلا شاه حالك استوكو صوم مرتا محا إلهي رالك أهين marka ogaatay waxa ilaahay raaligiisa lagu helaayo ilaahay raaliga ka yahay ku dhaqaaq dadku baa kugu naceen haday markaas kugu nacaan dib bay ka jiclaanayaan waxay ogaanayaan inaad tahay qof go'aansaday inuu ilaahay raaligi yahay ayay ogaanayaan arinta ayadoo aad loogu dadaalaa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.